اصطدمت المعاهدة التجارية التي ستوقع الأحد بين كندا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل والمعروفة اختصارا باسم سيتا بمظاهرات من الرافضين للتجارة الحرة. وعلى غرار معاهدة الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار والمعروفة بتافتا، تواجه سيتا معارضة شديدة. الاتفاقية بين كندا والاتحاد الأوروبي ستلغي أكثر من 99% من الرسوم الجمركية بين الطرفين.